السلام عليكم الأحباب، أزول في الله وإن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. تحية كبيرة لكم وكل كما راكم، معكم لطفي وراكم على المباشر في قناة المغاربية ودائما على منصات التواصل الاجتماعي ودائما مع المكالمات تاعكم يا خاتي. تقدروا تتصلوا بنا في الأرقام اللي تعرفوها، واتساب، كل يعني الرقم العادي. شكرا خويا المخرج، كما البارح عجبتوني بزاف يا خاتي، لأنه تقريبا درنا حصة كاملة كل مكالمات واخترتوا تتكلموا، دونك نحاولوا اليوم تانا نفاريو ونخليو الناس الآخرين هما تانا يلحقوا ويتكلموا، لانه بزاف يقول لنا يعني نفس الاشخاص، دونك خليو شويه داله وراح نشوفوا بعض الاخبار اللي صارت وبعض الاحداث اللي صارت اليوم في الجزائر ونناقشوها مع بعضنا. وقبل ما نبداو في استقبال المكالمات نروحوا نديروا ان بتي زابين كالحاله ونشوفوا واش صاير شويه في الجزائر. تفضل خويا المخرج. واحد النهار يكركروا فيا جماعه منا وجماعه منا، انا ماشي نقول اعطيني ورقه نجي معاك. قول لي شكون انت نجي معاك، شكون اللي عطاك الامر قوله لي. ما كاش حقارين سما جميع واحد يهدر هضره ولا يبغي ينتقد ولا يبغي يمد الراي تاعه، ومن حقه من حقه تدوه للحبس. عيب، ماشي كيما هاك، ماشي هذه هي الديمقراطيه، ماشي هذه هي الشفافيه. شحال من واحد ان جونو مهدر هضره في مواقع التواصل الاجتماعي، من حقه من حقه من حقه بلاده هذه. ومن ما ننتقدوش حنايا بلادنا، شكون اللي غادي ينتقدها؟ مين ما نحاموش حنا على بلادنا الوقت اللي تسحقنا، شكون اللي غادي يحامي عليها؟ بصح هاد الطبيعة الجديدة هذه غادي تولد شرارة وغادي تمط انطباع سيء للشباب الجزائري وخصيصا الجيل اللي راه صاعد. ماشي كيما هكا الديمقراطية، عندها كيلكو جور واحد في عمرها 20 طون انتقد برك، يفوت يدير فيديوهات من حقه وكاع اديتوه، تخلعوا دارهم وتغبنوا امه وتشوكوه، هما مسكين تشوكوه، غادي تردوه عدو بطريقه غير مباشره، غادي تردوه عدو لبلاده. مانيش عارف شكون اللي راه عاطيكم الامر راكم ديروا هاد التصرفات هذه. اجدادنا حاربوا على جال هاد البلاد باش نعيشوا فيها احرار وباش يكون عندنا راي وباش نعبروا عن الشعور تاعنا تجاه بلادنا. هذا من حقنا، احنا نبغوا الجزائر، احنا يا ابناء الجزائر احنا نبغوا بلادنا ونخافوا على بلادنا ونبغوا بلادنا تكون افضل من افضل البلدان في العالم. بصح ماشي كيما بهذه الطريقه هذه يعامل الشاب الجزائري، ماشي بهذه الطريقه هذه التعسفيه الديكتاتوريه، هذه ماشي ديمقراطيه. احنا جمهوريه الجزائر ديمقراطيه، ولكن بسبب هذه التصرفات راكم تقلبوا المعنى تاع الديمقراطيه ترجعوها ديكتاتوريه. الشباب الجزائري راه يحرق في البوطيات من هذه التصرفات، ماشي كيما هكا نعالجوا جراح الجزائر، ماشي بهذه الطريقه نعالجوا الجروح تاع الشاب الجزائري. الشاب الجزائري راه صاريت لك الطير المجروح، مين ما يسيبش الراحه ويسيب الاطمئنان ويسيب اليد اللي يداويه راه يروح لبلاصه واحده اخرى عند الناس اللي يداووه. في الاخير نقول تحيا الجزائر، وما لازمش كيما هكا الشاب الجزائري ويعامل. والله يرحم الشهداء، والسلام عليكم ورحمه الله. شوفوا المقاولين تاع مسيله، المقاولين زعما المقاولين يعرفوا من مدو. شوفوا مسيره العوجه، زعما مقاول واد ما خدموش، واد ما خدموش الناس. شوفوا الناس جاي مقسم الارزاق تمشي في وسط الطين، وهذا زعما مقاول، ها راح يرسكي بعمره. المناطق هذه فيها زوج عائلات راهم في السبيطار، المرض تاعهم بتعدوا عارفين ما هوش مرض خطير ولا مرض كبير، المرض جابهم انهم ما همش ياكلوا. عيب. مرض جابوا عائله كيما راها ما كانتش تاكل من سوء التغذيه، اجسامهم ضملت وظهرت حتى حسوا برواحهم بالموت، هزتهم الاسعافات وجابهم الاسعاف للسبيطار تاع ولاد جلال، الوالو ما كانش تاكل هذه العائله كل منهم قال كنا ناكلوا في التواعط، وقيل استغفر الله يا رب.
حراقه تاع بليده اللي خرجوا في 3 سبتمبر راهم ديسباري حتى دوكا. السمت راهيبه عليهم، شغل والفنا، شغل ما كاش كاع، شغل ما راحوش خاوزنا، شغل ديرها تايا، ديرها شغل خوك راح ولا وليد حومتك راح، شغل صمت راهيب ما كاش كامل لا يحوس عليهم حد الان مازال ما بانوش. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وسط الشباب لهذا الشيء، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. كان وليهم يقولوا على راحوا على رما على رماوا رواحهم على واش داروا على واش داروا هكا، وكانت مليحه ومن كان جيت في بلاصتهم تفهم، كان جيت عايش معيشتهم تفهم صح، انت ماكش عايش معيشتهم. السلام عليكم اخواتي الاعزاء، جيناكم اليوم على الفيديو هذا على البنو على ليزومبورتاتير وعلى وزير الصناعه ووزير التجاره. هذا الروضه يمينيه الروضه غاليه ديك دي باصات ديال الاتحاد ديال باصات ديال التكتيك والله الا كان ديال ديال الثمنين حنا منين راسنا منين درنا الفايده كان عندي 900 درهم نرجع ب 100 روضه الله غالب اللي يجي يشري عليا الروضه سيدي 8 4 ملايين. الروضه اللي كانت دير 12 ملايين دوبل كي من 6 سوبرسات كانت دير 950. النهار اللي كان الوقت الخير كان يجي يضربها المشتري بالريكورد تشرط عليه يدير بريجيستو يدير مودري يدير ما شاء الله دوك دوبل كي يدير طرون طال الله عباد الله. او حاجه تاع مليون دير 33 100 او هذيك منين الروضه حنا ماش طايقين نوصلوا الروضه ونديروا اكتفاء ذاتي ونديروا ونكفوا السوق الوطنيه تاعنا. ها الروضه اللي خرجوا فيها بالكوتا كوتا علاه ما نخافوش ربي علاه على ندير لنا هكا هو هذا راه غادي ريجيستو تاعنا من 8 تاع الصباح للسبعة تاع الليل نخدم كثر تحوس للجورنيه تاعك تسيب روحك خاسر مع راس المال. او الله ينال البليس يا جماعه هذا اللي راه يدير الروده هكا ولا هذو المسائل تاع الروده هذو اللي خرجوا فيها غير بالعقل والكوسوماسي اللي مديرين لنا هكا لا مديرين لنا الازمه شنو نقول لكم الله يجيبها لكم الله يجيبها لكم الله يجيبها لكم تشاهدنا الله غالب الموس الحق للعظم الحق للعم وقطعنا من ريصاننا الله غالب اخواتي العزيز ما لحقناش ثم الحكاه هو الروده تاع مليون 37 ملايين الروده راه يدوز فندق شاب تاع الشاخمار كنا نشريوها بفندو 23 و24 نبيعوها 26 26 27 ها رجعنا ندير 4 ملايين و200 بال قدامها ورا الشكل تاعها والطرف تاعها والبولين تاعها والحانوت ودخل خدام وخرج القاوي الله غالب ها هذا الروده غير نبطلوها نبطلوها ولا شنو كنديروا لها تقول لنا نخدموا على روحنا خلونا نخدموا على روحنا ولا ديروا لنا مزيان ولا خلونا نخدم هذا راك تشوف كون نسيب واحد اللي عاهدني ويشارك مني حياتي سيدي كاع عشاء املاكي ونخدم معاه ونجيب مزيان وندير اكتفاء ذاتي ونصنع ونطرح البركه في البلاد وتولي الروده مليحه كي يجي واحد يشري حتى واحد من الشركه تاع ما يبيع في الثعلب في الشركه يجي الحق على روده تاع 80 هاو كاين الناس اللي نعرف ناس يمكار يلا ها صاي ها صاي هذا الروده يوليه تاع تراكتور هذا الروده تاع هذا الروضة تاع التركيلة كدير 12% هذه لين واين 12% 13% 12 12 نفس كونت عندها 4 سنين كانت نفس كونت هذه هذه ضرب يدير 18 كثر هاي فاندو فاندو ضرب فاندو سيكون اللي هو على الدوبل تاعها انا باقي قبلها الله غالب ما قدرناش المسائل وهذو وهذو اللي مديرين لم يستوردوا الروضة والبنو المسائل على الفنو والمجمع تاع ايريس وكل شو قاع ارحمونا عباد الله ارحمونا ما لحقناش ما لحقناش والله ما لحقنا قاوية هذوك كان نديروا روحنا ولا كيف الله غالب ارحمونا ترحم ما تكون بس ارحمونا ولا تجيبوا لنا نصنعوا ولا ديروا لنا قال الشباب تاعنا طموحات. السلام عليكم، اخر ليلة عندي في الجزائر. على كل حال شعور مخلط بالفرحة وبالحزن كيف كيف، ما نقدرش نوصف لك هذا الشعور. راني فرحان كي راني مكيتي تزاير لي ضيعت لي صغري، وراني حزين كي راني مخلي اغلى ما عندي والدي وعائلتي. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبع وبعدنا على والدينا. سمحي لي يا تزاير صح ضيعتي لي صغري والله غير ضيعتي لي صغري. نصيحة ليك يا اخي، انت اللي اذا راك زعوالي ولا ما عندكش اهرب 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 والله المستعان. ما تجيش فلوكة بقى اروح فيزا ما تجيش فلوكة وما من اللي لبس عليها وعايش مش مهني في البلاد الله المستعان. خوتنا هذا الصاروخ لم يكلوا فيه وسمو دوبل سينياتور هاو كيفاش يجي هذا ما يتباعش في الفارماسيان يعني. هذا يدخل ما على بالناش كيفاش يدخل واحد ما على بالو هذا ما يتباعش في الفارماسيان يعني ماتوا منه سبعه بفيتين دوف هذا ما يدخلوا فيه مواد لم حابينهم هما باش لي جان تاعنا يتهلوسوا يتهلكوا ويموتوا ما بالناش واش حابين يديروا لهم. المهم هذا ما يتباعش في الفارماسيان يعني يتباع برا اونوار شغل يتخدم في ابوراتوار في الديار برا ويجي يدخل الجزائر وداخل يدخل بكميات كبيره. بارطاجيو هذا الفيديو وانت لك تاكل في هذا السالو هذا دوبل سيرياتور خويا العزيز انت ما قدرتش تحبسه حوس خويا روح نوض حوس ما بالش كل افسد فرماشي هي مليحه تحبسه
ما قدرتش كل حبسه تاع الفارماسيا ما زيدش تاكل هذا راهو يقتل، هذا يقتلك، يا يقتلك يا يدير لك عفسه بليطر ان شاء الله، ماشي ان شاء الله بليطر تما تحس لها في الكور تاعك اللي ما على بالناش شنو هي. المهم لقاو فيه مواد واحد اخرين كاع ماشي اللي يديروهم في السيروم بريكا بالين ولا فايز، فيه مواد واحد اخرين. خاوتنا بارطاجيو هذا الفيديو باش نوعيو الغاشي لم ياكلوا فيه. باش احنا مستهدفين ولازم كل جزائري يفهمها. بقول لك تلعب لي على الموران على بالك، انا مستهدفين، انا مستهدفين، شكون اللي راه مستهدفين؟ شكون انت راك مستهدف شعبك؟ انت اللي راك مستهدف شعبك، انت العهده تاعك جاج مواطن جزائري راه يعيش في افريقيا في بوزمبيخ، راه عايش في بوزمبيخ في سودافريك في اندونيسيا، راه متشتين مواطنين جزائريين لي جان، ناس قاريين الرب العالي هجرتهم يا خويا، ناس قاريين هجرتهم راهم في اسبانيا يخدموا في الفلاحه. عهدة تاعك فركت كاع الشعب، انت مالك؟ انت اللي راك تستهدف في بلاد انت عنده حاجه يرميها يا صاحبي. الرحم صعيب فوالا الاحباب، كانت هذه باقه بركه من بعض الامور اللي قاعده تصرى في منصات التواصل الاجتماعي اللي هي تعكس حقيقه واش صاير في المجتمع. كما شوفوا اخبار كثيره، اعتقالات متواصله، استهداف كما قال سي عبد المجيد تبون، رانا مستهدفين، تقول هو اللي في باص علي بالحاج يعني قاعدين يعتقلوا فيه ويمرمدوا فيه ولا في شباب الكاشيات يا خوتي تاعنا. هذيك دوب سينياتور ولا عيطوا لها سينيوريتا، فيها سينياتور هي كما الاوريجينال بس هذه زايده في التصويره سينياتور، هذه تاع الليريكا ولا الصاروخ يا خالتي اللي قاعد يقتل في شباب وفيها مواد مسمومه، يعني يسرب في تندو في سطيف مام في تيبازا قالوا لي تانا كاين حالات تسمم. مش نقول لكم يعني الازمه تاع لي بنو لانه حاله كارثيه خلاص، يعني ما شفت انا كاميون قبيله يحكي على سومي رومورك يحكي على 126 مليون غير حق لي بنو، قال لهم تسمى ما نقدرش نبدلهم الكل، ولكن كل ما تبدلهمش تقتل الارواح. العديد من الامور والازمات يا خاوتي للناس راهي حاصله فيها. بصح قبل برك ما نفتح الخطوط يا خاوتي على المباشر، برك نذكركم برك ان واحد الاخ عن بالي ما نفوت فيديوهات تاعو، يعيطوا له عمي نور الدين، هو من العاصمه بالك تعرفوه يا خاوتي، وتكلم مؤخرا على بن قرينه وقال هذا الكلام. تفضل خويا المخرج. وانت يا سي بن قرينه نقولوا انت راك فارغ يا سي محمد، ها انت راك فين؟ راك تلعب بالزرزحيه، راك تمسخر بالشعب، راك تدور، راك تلعب كوش دروات، راك تدي 30 مليون، راك مانيش عارف كون ما تخرج خرجه 40 مليون 60 مليون موت الباطل. نقول لك واحد الكلمه، والله غير الدور عليكم باذن الله، غير الدور عليكم وانت اليوم طيشين في الحبس كيما الاخرين. شفت الاخرين دوكم في الحبس مين انتم تجالتكم؟ الاخرين ثاني كانوا يتقعدوا ويوقتوا بالناس، وحنا ومنا ولي ما يحبش هذا نعذبوهم. والله غير جادتك توقتوا بالشعبه، توقتوا بالشعبه، ها توقتوا بالشعبه، والله ما تحشم يا بن قرينه، والله ما تحشم. والله هذا تعرفوه يا خوتي، يتكلم ياسر ويعبر يعني انسان سامبل يعبر، وسمعنا باللي يعني حس ما يقول اللي دار له الحوار بعد على صفحه اخباريه معروفه دزاير تي في دزاير تيوب، يعني قال لك باللي تم اعتقاله اليوم، حتى هذا تم اعتقاله ولا استدعائه الله اعلم. نسمع وش يقول صاحب صفحه. تفضل خويا. السلام عليكم، مالي كيف الحقني ابك خبر على عمي نور الدين باللي ام دعوه هذا كيفاش ما يبدا في القناه. ان شاء الله ما يكون غير خير، وان شاء الله يولي الدار ولولادو. بس والله راه انسان نيه وانسان زوالي ويضرب بك اللي في قلبه اللي في لسانه، السيد ما عنده انت ما حتى واحد. ان شاء الله من يكون الخبر ان شاء الله مليح. احنا عندنا انداء، انا طالب استدعاء على واش تنجوز، قال لك نو كاين فاش ما يجوزوش. الله اعلم، ان شاء الله نكونوا شغل خدمنا شغل الشعب وجوزنا كامل صوت تاع الشعب اللي كان حاب يجوزهم الشعب حنا جوزناهم، ديال المواضيع بلا حتى عبسه. هذه دارت لي مشاكل والحمد لله صابه الحمد لله. هاكم سمعتوا حتى هو دارت له مشاكل وعطوا له انذار واستدعاء.
الله يبارك على الديمقراطية يا تبون، عهدة تانية راك بداها بالحوار تاع الصح. الله راح يتحاوروا معاه بركة في مركز الشرطة يا خوتي، ما تقلقوش، الأخر صايا تحاوروا معاه وهذا مسكين يعني مالغريك الصفحة تاعو يعني لي بوليتيك مو كوريكت كيما يقولوا، يعني ديما طايح على المخزن وديما يعني احنا فاهمين يعني، لكن والله يعني ما فيهاش يعني ما فيها أي انتقاد للسلطة، ما فيهاش، لكن ما فهمناش. على كل حال حنا نتمناو له ان شاء الله انهم يفرجوا عليه، لانه مهما ينتقد ولا يساند هذه هي حريه التعبير. فوق تكون انسان يعني تكون مسؤول تاع البلاد، ولا حتى اعلامي، ولا حتى مواطن، تقبل النقد وتقبل يعني اراء الناس. هذه هي يا خد، اذا كان حتى هذه الصفحات زادوا داروا عليهم يعني ما كانش خلاص، ما كانش تنفيسه، ما كانش خلاص. الله ربي ربي، احنا ندعي له على كل حال، ربي يفرج وربي يعني ينحي عليكم هذا الضغط الكبير. وعمي نور الدين كيف كيف انسان يهدر بقلبه، هذه الجزائر الجديده يا غادي، ومرحبا بكم في العهده الثانيه. خويا المخرج حط المكالمات، يعطيك الصحه، تفضلوا يا خاوتي اليكم الخط، ماكم في المغاربيه، اهدر كيما تحب مالغري كل الضغوطات والقمح. لا يا خاوتي عندنا ليمينيتي، ما ضربوا ضربوا والو ما كان. سي نور الدين من الجزائر، اهلا سي نور الدين. السلام عليكم سي لطفي. مرحبا بك، ان شاء الله تكون بخير سي نور الدين. الحمد لله. المغربيه ولات في ساتيليت، ها انا نشوفها في ساتيليت دركا دركا، قاعد تشاهد فينا في ساتيليت. هذا انا بواسون نشوفها في دافريل ولا واش؟ ساتيليت، بدلت التردد تاعها. يا والله شكرا على هذا الخبر سي نور الدين. والله راني ما نعرف لا تردد لا والو، انا خاطف تردد تاع بارابول تفكرني في وقت نزاير بكري، لكن ما نقدر نقول لك وي ولا نو. ولات 12000 و 687 افقي، و 27 و 500 500 و 500 لولاد. والله من عندك جيت نهضر معاك. الجزائر الجديدة هذه راح تدينا الحاجة مش مليحة، البلاد هذه راهي حاجة تروح الحاجة مش مليحة، والشرعية شرعية راهي من الخارج من الإليزي. الجزائر شرعية تاع تبون راهي جات من الإليزي، وراهم يقولوا بلي كوكو مستهدف. الشعب الجزائري كله مستهدف من هذا النظام الفاشل المستبد. الشعب اللي راهو مستهدف ماشي هما عندهم تاويه، يروحوا لطرونجي وعندهم بلاصه عاد يقولوا لها كليف ديفا، راهم عايشين كي لا سويس تما في البلاصه هذه، عايشين كي لا سويس. احنا الشعب هذا اللي راه مستهدف، راهم يجيبوا له المخدرات، راهم يخرجوه بالبوطيوات، وما كان حتى واحد اللي يحبس هذوك البوطيوات، وعلى كاين يد كان لا كومبليسيتي تاع لا ماري راه يتخرجهم الجهه الاخرى، وربي وكيلهم، ربي وكيلهم، ربي يعطيها لهم، ربي يعطيها لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا سي نور الدين. ربما قلت جات من الاليزي، يعني مش اليزي، من ليليزي بالايه باش ما نتخلطش، الله يحفظك، من ليليزي، من قصر الاليزي. ابو مروه من الجزائر، اهلا سي ابو مروه. أبو مروة مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، إن شاء الله تكون بخير. بارك الله وأسر المساجين التسعينات. آمين. والمساجين المظلومين تاع العراق. آمين. فزت خبرتنا بهذا الشيخ هذا على جالي حيات. الشيخ هذا زادوا اعتقلوا مسكين اللي هدر الكلمة هذيك بحق بنانا. وهدر الحق ما كذبش. شفت. هدر الحق ما كذبش، يعني ايه دوك تسمى بيقول دوك راهم خلاص هادو راهم طغوا في البلاد صاروا فيها الفساد. ان شاء الله رب العالمين ما نتمنوا لهم على يسخطهم ولا يزيدوا كثير على قبائلهم، ان شاء الله ربي يهديهم ويعطيهم العقل. امين. قسم كيما السلم، السلم السلم ملح عليهم والشعب. وانا عيطت لك يا خويا رشيد باش نقول لك خلي الناس تصل، ما ملي عيط كل يوم خليها، هذه قناه مش قناة طبخ ولا قناة راك تعرف ولا، حنا رانا في تمساح، ماناش نعيطوا هنا باش نعيطوا المغاربية باش يلعبوا، باش رانا في الريسك. خلي الناس تعيط، واللي يحب يعيط يحكم يكذب عليك، ما يقولكش ما نحكيش،
اجي سي تحكم والله يا رفيقو هذه والله والله غير دي بوت نعيط حصه كومبلي ما نحكمش اللي يحب يعيط يحكم ما تشمل هذه ما تحكمش. اوه السلام عليكم نصي صاحب. شكرا لك ابو مروه، احنا نسمع وش يقولوا لنا يا ابو مروه. والله يعني هاو ابو مروه قال لكم انا ساعه نحكم ساعه ما نحكمش، وانا نفهم من الناس تحب تعبر، ومرحبا بك سي مراد من الجزائر. اهلا سي مراد. بيك خويا لطفي زعيم، السلام عليكم خويا. صح اخوي العزيز مراد، اهلا وسهلا. لاباس حبيبي، ربي يحفظك لطفي خويا العزيز. تفضل سي مراد. سلام الزعيم تاعنا. هاو هضر البارح. ابو ماريا. هذا خويا عيد ميلاده البارح. نصرة ما وش عيد ميلاده، عيد ميلاد سعيد ان شاء الله. اخونا عبد الكريم والبراعم ولاده براعم الحراك ربي يحفظهم ان شاء الله. ونقول له الصبر خويا كريم، ربي ربي ان شاء الله يتولاك ان شاء الله. خويا ندخلوا في الموضوع خويا لطفي، كيما قال واحد المثل خويا لطفي، هما عليهم طرقاق الكسرة وحنا عندنا الماكلة مرتين، باش نسكتوا والله ما رانا ساكتين، باش يخوفونا والله ما تخوفونا. الحبس مرحبا به، الشي اللي كتبوا ربي مرحبا به، الحمد لله الانسان ما سرقش، مام كي يخرج لبرا ولا يخرج امام ولاده ولا امام الناس ولا امام ما ماهوش داير حاجه، كيفاه يا عباد ربي؟ هادو الناس سراقين ما حشموش وما خافوش من ربي، وحنا اللي نهضروا حق المتحق نخافوا من المحال السبع باش يخوفونا وباش يسكتونا. هما الحبس مرحبا به، هذه هي ما عندنا احنا ديجا، رانا اصلا رانا عايشين في حبس، يعني ما كاش فرق بيناتهم، يعني ما واش راح يزيد يديروا اكثر من شي هدايا. ربي يجيب الخير ان شاء الله خويا لطفي. شكرا لك سي مراد، ربي يحفظك. شكرا لك. نزيدوا مكالمه واحده اخرى اخوتي الاعزاز من بلجيكا. سي علي، اهلا سي علي، مرحبا بك. السلام عليكم خويا لطفي. وعليكم السلام، تحيه لك سي علي. بارك الله فيك خويا لطفي. خويا لطفي مدنيه ماشي عسكريه، وحنا كيما يقول لك مام الفول داروا لنا البريزيد واحد شموه لنا وحنا ما نعرفوش. واش حبيت نقول لك بركه لطفي خويا، عبالك والله والبارح سيت افونتيان شغلت واحد الحصه تاع خونا باشوش، كاين واحد التونسي هضر لهم قال كي داروا تاع الكوفرنمون المؤقت هذاك، قال وهذه صرا سي با اسكو سي في شو واحد التونسي بوزيو لو اون كيستيون، ولا عجبتني هذه شفت البارح الحصه، قال لهم كيفاه ايزون شونجي كيما يقول لك دي فارماسيان بوحدين حابسين، نحاو لنا هذوك لي فارماسيان اللي داروا الحكومه المؤقته هذوك كاع دي كولتيفي بنخدا وهذيك ومنا كاع دي فارماسي هذيك، وحطوا وجابوا لنا هذوك لي رونجاس العسكر. وانا والله يا لطفي خويا وصح وكاينه منها، وانا بكري نشفع عليها الوالد الله يرحمه، الوالد دار ثوره في فرنسا كان يحكي لي تما بروبوزاو له قالوا له اسكو تريح في الكاسكيطه، انا قال لهم توت فاسون درت الجهاد في سبيل الله الكاسكيطه سي فيني. باش سما لابريف لابريف وحنا المشكل تاع الجزائر تاعنا والله لو كومونسمون اني با بون خويا لطفي، سما الكومونسمون ديجا ملي من 62 البنيان عيان متني عليه هذيك دركا جوسكا ميتنون لطفي خويا، كيما يقول لك جوسكا اون بو كيما يقول لك اون بي لي بو كاسي من النظام هذا ما حطوه لنا من 62 للان. سمعتيني خويا خويا لطفي؟ لا سمعتك سمعتك سي علي بارك الله فيك، بارك الله فيك سي علي، الله يحفظك. شكرا لك. شكرا للناس تتبع بزاف الحصص ويعني تعلق على الحصص، صافي بليزير يا خوتي، هذا دليل انه الناس يعني راهي تستنفع والحمد لله، يا ربي يجعلها برك دائما ان شاء الله. ابو سهيب من الجزائر السلام عليكم، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي العزيز. تحيه اعزاز واكبار إلى شيخي الحبيب علي بن الحاج وإلى كل الأحرار وخاصة الأم الطيبة أم أمين وإلى كل حر وحرة في هذه الأرض الطيبة. الجزائر عانت من النزيف الشبابي وعانت من النزيف الفكري وخاصة هجرة الأدمغة، الذين غادروا هذه البلاد وغادروا هذه الأرض لكي يعيشون الأجواء التي تليق بهم، عندما يذهبون إلى هناك يجدون كل ما يطلبونه
وكل ما يتمنونه بمقابل أن يقدمون ما في أفكارهم وما يحملون في تلك الباكورة المعلوماتية. نعم هناك ثلاثة أجندات تطبق على هذه الأرض، تطبق على هذا الشعب: الفقر والتهميش والإقصاء. الفقر هذا الممنهج، لابد الشعب أن يعيش الفقر وهو يعيش فوق أرض زاخرة بالبركات والخيرات، ولابد هذا الشباب أن يصرف عن أهدافه الراقية، وهي أن يبني مستواه ويبني أسرته ويبني أفكاره، ولكن هناك الموبقات التي تحول بينه وبين مبتغاه. والجزئية الثالثة، إذا نظرنا إلى هذا الإعلام الذي يشوه الحقائق والذي يريد أن يجعل المواطن الجزائري فارغ من محتواه، أي همه الوحيد هو البطن، ولكن في الأخير نقول بأن هذه الجزائر لها مفاجآت، وهذا الشباب وهذا الشعب له مفاجآت. لماذا؟ لأن طبقت عليه بعض السياسات ولكن لم تأتي بأكلها، لأنه شعب عصي قد تجدرت فيه. شكرا خونا أبو صهيب، شكرا على المداخلة، ونعتذر دائما أني نقطعك لأن الوقت يفوت الفكرة تاعك. بارك الله فيك وربي يحفظك يا سي أبو صهيب سعيد من الجزائر. السلام عليكم سعيد. وعليكم السلام الأخ لطفي، حياكم الله وحيا كل العمال المغاربية وحيا كل الشعب الجزائري الحر في داخل وخارج الوطن، وحيا الله سجناء التسعينات، وحيا الله سجناء الحراك الشعبي. والله المثل المعروف المثل الشعبي الأخ لطفي يقول لك ما يبقى في الواد غير حجاره. حجاره صح. والله العظيم شوف هذا السلطة هذا رغم القمع وإسكات الأفواه والاستبداد اللي عملوه على المعارضين هنا في الجزائر، والله العظيم يا أخ لطفي كنا الكل كان يعلم باللي عبد المجيد تبون راح يزيد العدة ثانية، ولكن يقول لك يفو جامي ماتر انان بور ان شيفال دو كورس، هذه معروفه. وشفنا الناس هذوك اللي داروهم ارانب هذاك باش كما يقولوا باش يكوفريو الحاله ويشوفوا قال كاين الديمقراطيه وكاين منافسين، الكل معروف. ولكن الشيء المؤكد الاخ لطفي واللي نفتخروا به هي القاعده الشعبيه اللي قاطعت الانتخابات ب 80%. هاد 80% الاخ لطفي من انتخابات 12/12/2019 وزيد نديروا استفتاء الدستور والانتخابات الشرعيه والبلديه، وهذه الانتخابات الشرعيه وهذه الانتخابات الرئاسيه بين هذا النظام باللي الاغلبيه الشعب الجزائري ما همش حابين هذا السيستم. شكرا لك يا خويا سعيد، هذه تاكدنا منها المشكله. برك شرفي وينه باش يخرج يقول لنا كلمه يا خويا سعيد، رانا ننتظروا فيه بفارغ الصبر، رانا نعسوا فيه كي الهلال يا شرفي، يخرج دافع عن نفسك قول كلمه. ما عم باليش انا مال في يهدر والو يا خوتي، واخر مره حطوه هو وشيش بعد بعضهم هك يعني باش تطلع لا طونسيون. ابو جلال من الجزائر، سي ابو جلال مرحبا بك. السلام عليكم سي لطفي. وش راك اخويا ابو جلال؟ ان شاء الله تكون بخير. والله صبرت. الحمد لله الحمد لله، تفضل. قلت لي صافا با، والله حسبت قلت لي والله صافا خطا، فرحت قلت مو واحد صافا في الجزائر. اخويا علاه اخويا ابو جلال؟ اخويا ثلاث ايام نحاول الاتصال بكم وما قدرتش نحكمكم على كل حال، واخيرا تحصلت عليك وارجو ان تعطيني حق الرد سي لطفي. علاه صفا با خويا ابو جلال؟ اتصل من عنابه دون ذكر اسماء، وهذا اخر اتصال بي بالحصه لاننا اصبحنا نهان واصبح فيها تطيح القدر. لا تسمع فيا صافي، هاني نسمع فيك. السيد اللي اتصل اللي قلت لك عليه بدون ذكر اسماء اللي من عنابه،
أنت لحد الآن ما زلت مستمر في الخطأ وتغلط في مقامات الرجال، ولما إنسان يعطي رأيه فيك تقول راكم غيرين مني. وعلاش نغيروا منكم؟ علاش نغيروا منك يا أخي؟ أنزع هذه الأفكار من رأسك بما أنك قاري ومثقف كما ادعيت. والله لو أنك صنعت الطيارة وكتبت عليها اسمك أو صنعت في الجزائر أو صنعت قنبلة ذرية سنفتخر بالعكس بك. وإنما يا أخي ما زلت مكمل في الخطأ نتاعك، تتكلم على الناس وتقول أنتم ما كنتش قاريين وأنا قاري ونص 25. ما هذه قمة التواضع يا أخي. وأقول لك يا من تواضع لله رفعه. وأنت عرفني يا أخي، ولا أنت وأنت عرفني يا أخي باش تقول علي هكذا. ما شخص ملك والله، ما حفظ حتى الاسم ولا حاجة أبو جلال، ما تقلقش أبو جلال، هو ده هو النقاش أبو جلال. هلا غالي فوق نصبر عروحنا أبو جلال، وكيفاه نافونسي وأبو جلال، كيفاه يعني نقدر نتقدموا؟ ما وهذا يغلط مع هذا، وهذا يقول كلمة ملك ما موزنهاش، كيفاه نبقاو كالبنيان المرصوص؟ كيفاه حنبقاو يا سي أبو جلال؟ كون كل واحد فينا يغلط معانا نقطعه كلش، هاي هاي اقطع المقطع أبو جلال. بالعكس أنت لازم تمد المثال. نعم نتفهم وبلك غضبت ولا حاجة، لكن اعلم باللي يعني والله ناس قلوبها بيضة، الله غالب مع الضغط وكذا، كل واحد كيفاه يقول. وقلبك كبير وأخونا قلبه كبير، وهدفنا هو الجزائر أبو جلال. يعني كي أنت تسكت والآخر يسكت والآخر يقلق والآخر يقلق، والمغاربية هاك شفت مع الضغوطات كون هما تانا يقلقوا، تسمى رانا نابوندوني وكل، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم السفر طويل والزاد قليل. دونك يفو ايكونوميزي يا سي جلال، شويه صبر شويه كذا من عندك ومن عند الاخر، لانه هذه هي يبتلى المرء قدر ايمانه. الله غالب واحد قالت كذا، ولكن الهدف هو انقاذ الجزائر. تفضل خويا المخرج، تفضل تفضل تفضل. نبيل من اسبانيا، اهلا خويا نبيل، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم حضرة. السلام، ان شاء الله تكون بخير. حضر لي حل النزاع. اسمح لينا لطفي، كثرنا عليك بالمكالمات. تفضل تفضل. اسمح لينا سي لطفي. لطفي خويا انا ندخل ديراكت الجو العام في الجزائر. لطفي خويا الجو العام في الجزائر كشغل شومبر فيها الغاز وكشغل طافي ظلمه. فهمني كاين واحد الاستاذك صغير وما عبناش فينا بلاصه لاماس. تخاف لك يدخل واحد على غدر وما يعرفش البهالي يستاح الشومبر هذيك ويغلط يحط البليس على الماء وتروح. فهمت انا دخت قبل كانني متبعش لي ريزو هذي تيك توك ومتبعهمش نشتين دخت في حاجه انا قطر وني الاكبر قطر والعلم قل وني انت اشتاح طاي الغاز اكثر من الجزائر. والله ما فهمتش اسكو بدلوا لي فاكتور اكبر في المساحه ولا في العقليه ولا في التكنولوجيا ولا فيها سي نبيل؟ لا اكبر لا في الانجازات في تركيا. شوف صح لا طاي، انا نحبوا لا طاي صح لا طاي، لا حتى من الارض من تحت صافي دير مدام لا طاي من تحت الارض الغاز فيها اكثر. فهمت لطفي الحسابات الابار تاع الغاز نورمال تكون عندنا اكثر من عندهم. لا لا هما العقلية عاد الآخر من العقلية تاليها. وعلى في الجزائر كان الناس اللي خدمت لي بومب اتوميك وفلقوها في الجزائر وجربوها على لي زالجيريان وفي 61 كاينه خدمت لا بومب اتوميك في الجزائر وفي جرتها تسلحت اسرائيل. ثم الناس ما تقراش التاريخ برك. شكرا يا خويا نبيل. الوضع العام نحكي لك عليها خويا نبيل، مادام انت قلت انا ما نتبعش لي ريزو، نروح لك ابعد من لي ريزو. الوضع العام في الجزائر حابين يكون تخويف ورعب وحرب وقره. شوف الوضع العام وشوف لافاج دو سيرفو. نشرت الثامنه على 8 تاع الليل، 8 يعني وقت برايم والناس كل تتفرج، يعني اللي يتبعوها على كل حال يا غاوتي حيحكي لنا على عملية تمشيط. صرا تمشيط كبير في الجزائر كذا كذا وحكموا يعني حصيلة إرهابيين بزاف يا خالتي. شوفوا وش ينعتوا في نشرة الثامنة وش يدخل في عقول الناس. تفضل يا أخوي المخرج. في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بإقليم القطاع العسكري تبساب ناحية العسكرية الخامسة من القضاء على إرهابيين، ويتعلق الأمر بكل من مساني السبتي ويونس عبد الله. أنا قصيتها نشرت الثامنة دو كادافر يا خوتي مضروبين بالرصاص معريين في نشرة الثامنة.
قانونيا ممنوع، في الليتيك ممنوع، اخلاقيا ممنوع. احنا في وقت متاخر من الليل وحطيت هذيك افيرتيسمون، شكرا اخويا المخرج وقفها الله يحفظك. ممنوع يا خاوتي ممنوع. دي فامي تفرجوا على 8 يوم قاعدين يتعشوا، اطفال صغار. شفت الوضع العام اخويا نبيل كيف قاعدين؟ تخيل طفل صغير وشفت لي دو كادافر راقدين هكا ومضروبين كروشهم بالرصاص. انتوا هادو عباد نورمال اخوتي. انا ما نلومش صحفيين الله غالبه وخدام هو باش يقولوا له يحطها برك يعقبها، ما حاولش يفهم شكوني قاعد يمد في اوامر كيمك. حملة تمشيط كبيرة تقول انت رانا في حرب، واش كاين تمشيط كبيرة هي؟ واش كاين حكم وزوز مصورينهم في التيلي عريانين مضروبين برصاص. هاتي تديرها في اوروبا تتقلب عليك الدنيا، تعقب الناس مش بيك مهبول. تم حب ترعى بناس ولا تنعد في عباد موتة؟ ما كانش حتى حرمة الميت مهما كان مهما كان. واسمحوا لي عقبتهم باش نوري لكم خطك باش تفهموا برك. كانش حرمة الميت تسمى مهما كان بعد 8 تاع الليل. وما هي الغاية الإعلامية من هذا كل؟ ما هي الغاية؟ ماك تقول حكمه ولا قتله وفضت ولا قضاه وفضت، لا لازم هذاك الامباكت بسيكولوجيك تشوفه هذاك عند الطفل الصغير وعند المرأة وعند، وتشوف هك خوف عبد ميت محطوط في التيلي على المباشر خاف. ساعات مام دي فيلم داكسيوم يعقبوهمش في الوقت هذا يقعد فيهم كتيلة ولا حاجة ولا، وهو بورتون قدب يعني تمثيل هنا في التيلي يرعبك. شفت الوضع العام كيف يزرعوه بعيك يقول لك حملة تمشيط باش تقول انت عملية كبرى. نشوفوا وش حكمه يا خوتي. هاي الصورة حط لي يا اخويا المخرج وش حكمه. ها مش حكمه يا خوتي، عباية وجيلي وسيمينوف مزنزر في حالة تقول عقب بالطورة، وسيف سيف مما في الاحياء يعني اكتر منك، وتخربيشاتك شوية رصاصات وجمال. هذه التمشيط لا، المهم تسمع بالليل. هادهم هادوهم جيلية ثيك تما وعندي جون تاع دركم يلبسوا التونية وعباية هام وسيمينوف. هادو مش هو جماعة كان تنشط في تبسة باش لي يسمع في تبسة يقولك شفتها ورجع. ما خالتي ولي كار ما كان له نعتلكم الصور. وطبعا هادوما في التيلي باش ينعتهم باش يبانوا بزاف وبليجي يديروا تكنيك في التصوير يعني ما يقدرش خاطرك نجيبها لك انا تبان لك ما كان حتشي يبدا يزومي لك هاك. تفضل خويا المخرج. نعم تحط نشوفها. شكرا. فوالا هذه عاود يزيد يعاودهم لك اون غرو بلون باش تشوف انت وتتخلع بيا. سيمينوف مزنزر محكوم بالسكوتش والالاستيك اهم لي جمال وجيلي ويحطها اون بوكل الدور. هذه هذه هي خالتي. استغفر الله يا ربي. ساعات يعدي هذوك لي دوكور ساعات شفت كيف يغرسوا في عقول الناس. هذه حنا نستحي ونحطوها ما نقدروش مهما كان. هما يحطوها يا خالتي. ما الهدف وما الغايه منها؟ هذا سؤال مليح يا خالتي. عاديك حتى الصحافه تاعهم هبلت ودخلوا في واحد تيوري دو كومبلو. شفتوا كل قناه الغد هاك شو هل يخطط الصهاينة ومحور الشر لاغتيال الرئيس تبون أم عايشين في فيلم داكسيون؟ وظهر الجريدة هذه وش يدها مصورين النار والرؤساء رحين تحملوا له. وش دار مسكين؟ وش دار مسكين؟ حتى الانتخابات مازال ما عم باش حتى طلع بخمسة ولا بسبع ملايين في بلاده حاصلين في بلاده يشكي قال لكم معكاب. وهل صح كان تهديد؟ وهل هذه الجريدة تكتب من راسها؟ واحد يكتب مرح يقتلوه يلا لا بعيد الشر كما نتمنى على أي إنسان يكتب من راسه مهبول. عايشين في فيلم وخرج الدايور بعديك ما تفهمش يعني شكون اللي قال له من طرف. تخرج بيسير السلطة وتقرر كيف أغلق هذه ولات نورمال. احنا أقبلوا حل إلى حانوت طلع هبط طلع هبط. ولا يا خاتي مش تعرف أخويا نبيل كما قلت أنت الوضع العام رم ساكن عايشين في حرب نفسية رم أسكبين بعضاهم عديك
نفهموا باللي سي عبد المجيد تبون قال باللي لازم اجماعه نديروا حوار ونفهموا بالعقل، اسكو قره بين بعضاهم خلوطه الله اعلم. اخد احنا الحمد لله سلميه سلميه، خاوه خاوه، ما كان والو، احنا نشوفوا فيهم يتخبطوا في بعضاهم. الله يهدينا ان شاء الله. تفضل خويا المخرج، نرجعوا للمكالمات كي هدر بركة على الوضع العام باش تفهم اخويا نبيل وش صاير في البلاد، وعلى الشبيبه راهي تضرب الكاشيات ومدي قوتيا وتحرق وهاربه، لانهم دايرين واحد الوضع يا لطيف يخوف ويخلع. سي عثمان من الجزائر، السلام عليكم يا سي عثمان، اهلا وسهلا. عليكم السلام، مرحبا بك. سلمك. الو راني نشوف المغاربيه في لاطيلو، شوفها في اللاتيلي يعني بالساتيليت بالديمو بالديمو بان لي رجعوها في الساتيليت يا خويا. انت تاني انسان قال لنا اليوم، نور الدين قال لنا، عثمان اليوم تانا قال لنا يا رجعوها رجعوها نورمالمون، بصح شغل تروح تعاود تولي، يروح للسوا وتولي. تروح وتعاود تجي، يقول عثمان. ايوه هي كي شفت عليها، كي شفتها برك عيط قبيله فوتها كذا، لقيتهم يتفرجوا فيها في لاطيلي اللي كنت شوف اليوتيوب، ومن بعد لحقت هذا على هذاك اللي عيط لك قال لك ما قلت له انت ما على باليش، كي حوشت لقيتها صح. انت ثاني واحد يتصل بينا ويقول لنا عثمان، بارك الله فيك، ربي الله يحفظك. يحفظكم الله يعاونكم. شكرا ليك يا سي عثمان، ربي يحفظك، وبقى يسنى في ستاندار. قلنا عثمان جوس باش يقول لنا الانفورماسيون، والله ربي يحفظكم يا خوتي. اكونفيرمي اونكور اون اوتر فوا. الياس من الجزائر، قلنا الياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييك يا وعليكم أخي، السلام. نشكركم ونحيي الأحرار في الداخل والخارج، وش نقول الأحرار، نحبكم في الله والحمد لله اللي الجزائر فيها الأحرار. أنا نقول لهم راكم مشرفين الجزائر، وطلعوا راسكم وعندكم النيف والشرف، انتم ما تنبطحوش حتى لواحد، انتم تسجدوا إلا لله، وبارك الله فيكم يا أخي. على كل حال حبيت برك كاين مثل وش يقول لك، يقول لك أكرمكم الله ديل الكلب، هل يتسقم ديل الكلب يا أخي؟ ما يتسقمش ديل الكلب، يقعد أعوج، وهذا النظام يقعد أعوج، ويقعد إلا في السلطة، ما يشوف ما يخليوش السلطة، هذا النظام يدير كل بوسيبيليتي باش يريح في السلطة يا أخي لطفي، كل لي بوسيبيليتي. شوف يا أخي أنا نقول لك حاجة تاني، يتكلم على الحوار، تبون يتكلم على الحوار، نورمالمو الحوار باش يقول لك راح ندير الحوار مع المجتمع، مع السياسيين، مع المعارضة، نورمالمو يكون في البرنامج ديالو قبل الانتخاب، قبل الانتخاب يا خويا لطفي. ولماذا بعد ما انتخبوه رئيس قال نديروا الحوار؟ انا نقول لك علاه، خطرك شاف وجاه الحقيقه باللي 90% من الجزائريين ما انتخبوش وقاطعوا، لهذا حب يسكت الشعب الجزائري بكلمه الحوار. واحنا على بالنا، احنا على بالنا باللي هذه السلطة متى حوار، متى مفاهمة، متى قانون، متى عدالة، هادو راهم فوق القانون وفوق العدالة. أما عندي واحد النقطة حبيت نقولها لك يا أخي، اللي هي تاع الحراقة يا أخي، تاع الحراقة يا أخوي يا لطفي، عبك هاد سبحان الله، الجزائر الغنية، بلاد قارة 2.5 كيلومتر، يروحوا شعبها بنسائها بشيوخها بأطفالها، هاربين الناس في الحرب، وما هربوش من بلادهم. لازم هذه النقطة، هذا العالم يوقف عليها، هذه حاجة كبيرة رانا ساكتين عليها، هذه حاجة كبيرة، هذه حاجة عظيمة، هذه ماشي سهلة، هذه ضربة كبيرة للجزائر. لو كان جا هذا النظام فيه شوية رجولة وكرامة وشرف، لو كان جاغف فيه شوية كرامة وشرف، لو كان يخرج العلن يقول أنا، يضرب روحه بالسقلة يقول وش بيه شعبي هارب مني، شعبك واحد قاع يهرب، لو كان تجيبونا الفلايك والبابر قاع نهربوا من هاد البلاد، روحوا الكونغو المالي النيجر، وما ريحوش لهنا، لهنا صبوطيتو الجزائر،
يا أخي نشكركم. شكرا لك الياس، شكرا لك والله، غير كلامك فيه حق اخويا الياس. وجا واحد عنده النيف وعنده شرف وشوف ناس هاربه من وجهه، على الاقل يخرج يتكلم عليهم. سي زبير من كندا، السلام عليكم. السلام عليكم خويا رطفي. اهلا وسهلا ومرحبا بك اخونا العزيز، تفضل. الله يسلمك خويا، يعزك من قدرك ان شاء الله. جوستومون نكملوا في الهضره تاع خونا زبير هذايا، اللي قبل الياس. لا اله الا الله. المشكل تاع الجزائر خويا لطفي، نعم انا نعطيك ملاحظه، وان شاء الله انتم يعني في سر عندكم، عديت عليكم المعلومه هذه، وراك ما بالكم باش شنو لازم لازم تحطوها تحت المجهر. يعني المشكلة الجزائر هو المدرسة العليا للإدارة. الجزائر عندها سكون ابل المدرسة العليا للإدارة. المدرسة العليا للإدارة هي تفرجوها مسؤولية جزائرية كاملة، الإطارات كما يهضروا عليها، الوزارة والولايات والأمور هذه. أنا ما شفت حتى مسؤول جزائري يطلع خارج من الجامعة قال لك خارج، هذا جاء من جامعة باب الزوار، ولا هذا جاء من جامعة، ولا هذا كان جو سي با معيد في جامعة. كلهم يخرجوا من المدرسة العليا للإدارة، والمدرسة العليا للإدارة في يد المخابرات. هذه بالم يعني، انا يعني الناس كلها هذا الشيء. دونك اي واحد يدخل المدرسه العليا للاداره لازم يكون يعدي على المخابرات، يعدي على مجموعه من كما احنا الانفلتراسيون، ومن بعد اسكو يقبلوا ولا ما يقبلوش. لكن هذا السيد يوالمهم ويوافق طموحات تاعهم، هذاك يدخله يقرا في المدرسه الاداره ويدخله المدرسه الاداره، حتى انا كنت حتى ما يعرفش هذه اللغة العربية، حتى ما يعرفش اللغة الفرنسية. المهم هذا بس هذا يقدر يكون مسؤول اللي هم اللي هم يحتاجوا، فهمتني؟ دونك هذا هو مشكل كبير في الجزائر. نهار اللي نصموا الجزائر عادي يخرج منها والي كان نعرفوه، يعني من الناس الكل تعرفوا هذا كان يتخرج من الجامعة الفلانية، ولا مهندس خرج من المدرسة الفلانية ولا الجامعة الفلانية، وحكموا مناصب مسؤولة في الجزائر ودرجوا في المناصب، تم ان شاء الله باذن الله جزائر تولي بخير. بس ما دام يجيبوا مسؤوليه تاع مسؤوليه الاداره يحطوهم في البوست كلي، وهذوك المسؤولين ديجا موجودين معاهم اولادهم واحبابهم والانتراج تاعهم، يحكي يحطوهم في الناس اللي تحت شويه، يعني كيما احنا في الموت كمدراء و دونك هذا المشكل في الجزائر خويا. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يا خويا زبير، شكرا. انا في وقتنا برك خويا زبير كانت الدخلة لها الجامعة هذه المدرسة، قال لك مش غير معرفة، لازم معرفة، ولازم يكون عندك واحد ديجا فات عليها، ولا واحد يخدم في الإدارة ديجا، حكاية كبيرة. أبو القاسم من فرنسا، السلام عليكم أبو القاسم، مرحبا بك. الزول في الأول. الزول سي أبو القاسم، تفضل. الزول لطفي. سي جوست جانترفيان، سي جوست بور فو كونفيرمي بلي وليتو الساتيليت. انت كفي انا هي فرنسا، عندك مع عندك بارابول، فري وليتو الساتيليت نورمال بو كونفيرمي. عندك بالك تهدر على فري بوكس اخويا ابو القاسم، بالك تهدر على فري بوكس بالك؟ لا وي وي فري بوكس وي. تهدر اونكور نو سي ديفيرون، دونك راك تشوفها في لا فري بوكس. وي في لا فري بوكس. واش من واش من رقم واش من رقم 553 553؟ اي بان نورمال دو لايف. والله والله شكرا على الفورماسيون. جو كرو سي لي برومي كي فوز ات لي برومي كي اون نيغوسيا افيك تبون. والله لا حد كاينه منها. والله بالك صح، والله بصح سي 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 فريمون رابيد، الله يبارك. صافي دير اشاره الخير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك ابو القاسم، الله ابو القاسم ربي يحفظك، ربي يحفظك على المعلوم. التنحل باسكو هنا ما بقاوش لي بارابول خارجين، يعني في فرنسا ما بقاوش لي بارابول خارجين على الطاقه، دونك يقول لنا باللي سي بلقاسم راهي في 553 في لا فري بوكس. شكرا على المعلومه. سي محمد من المانيا، اهلا سي محمد. اهلا بك خويا لطفي، السلام عليكم. عزيز اللون. عليكم السلام، ان شاء الله تكون بخير، اهلا وسهلا مرحبا. الحمد لله بصح طيحتنا المورال يا خويا لطفي بهذا التفاصيل تاعك، يا والله العظيم غاضوني هذوك اللي قال لك سوز اليمونتي حتى مرضوا. شفت انا عندي سوليسيون ليهم. شوف لا سوليسيون في الجزائر يا خويا لطفي، هذوك لي جون اللي مدوا دراهم اللي داروا تسول الحرفه،
في موسكي في لي مارشي ما تمتش الدراهم لهذوك، وروح سقسي على الفقير باسكو يقول لك تحسبهم اغنياء من التعفف، لا يطلبون الناس الحافا. هذوك روح سقسي عليهم، شوف لي جون هذوك اللي داخلين شويه في الجمعيات وعاونهم، باسكو تمد لهذوك اللي عاد يطلبوا مع ولادهم في الجامعه هذوك كاع سي داروا حرفه. قال لك سي بروفيسيونيل كاين ما قالك ما تمدلهمش هذوك الدراهم، قول لي تمدهم لكم، روح مدهم لهذوك كيما هذوك كيفاش وراهم الجيران تاعهم، ورا التضامن، ورا زكاة الفطر، ورا زكاة المال. وبالنسبه لهذاك بن قرينا اللي قال لك تروح 100 دينار كيما 100 فرون، وعلاش يهبل النصاب 60 مليون؟ النصاب يحسب بالذهب، لازم السياطري تحسبوا بالذهب. بارك الله فيكم فيك بارك الله. اسمعوا ثاني نهضر على هذاك عثمان، واش باه يقول لك هدونا على الموضوع، انا هدرت على الموضوع تاع اليوم البارح، ما هدرتش انا اورسيجي جميل صرت الحمد لله. صح 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 يا سي عثمان، صح ربي يحفظك وشكرا لك، الله يسترك يا سي عثمان. عبد الكريم من الجزائر، السلام عليكم سي عبد الكريم. عبد الكريم ما نعرف هذا عبد الكريم تاع النبا ولا تاع العاصمه. سي عبد الكريم ما لا ما يسمعش فينا، الله غالب سي عبد الكريم ما سمعناش. عمر من فرنسا، السلام عليكم سي عمر، مرحبا بك. السلام عليكم، ان شاء الله تكون بخير سي عمر، اهلا وسهلا. راك مليح؟ والله الحمد لله اليوم زهيت لي خير ان شاء الله ربي يستر. تفضل عمر. الله يخويا على بالك من السمانه نسكت قدام المينيستر لا ديفونس تاع الجي. الله يبارك يا خويا، قول لي راهي الطريق مستيكي يا اسكت برك. اسمع شوف نقول لك حاجه، مادام ما يوليش خيرك ربي سبحانه واش قال لموسى؟ قال له روح عند فرعون. قال له خفت؟ قال له ما تخاف اني ارى واسمع. قال له تحت بزاقه دونك ما ينوضش الشاب والله ما تبدل حاجه، ونزيد لك حاجه هذاك وين كنتينا لا ويضرب البروسه هذه روتو راح تفوت فيه بوحده حمر. طالما انت حمراء والله يا لطفي لو كان ما ينوض الشعب والله ما تتقدم يا خو. سي با لا كيستيون تاع الدراهم كاع عندهم بالالوفات تاع المليارات، صح ما يطلقوش البوفوار، البوفوار الا راح له كف ويحيى وين راح؟ فلان وين لهم البوفوار راح كلش هكذا وحديد قياد. الله يطول عمرك يا لطفي، انا نحبك لله. حبك ربي يا سي عمر، الله يسلمك والسلام عليكم. وعليكم السلام. في الجزائر كيما قادر تكون اليوم ما نعرفش تكون غدوة أك في الحبس، وقادر تخرج من الحبس ويكرموك وترجع عادي جدا. سي عبد الكريم من الجزائر أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام سي عبد الكريم، مرحبا بك. أهلا خويا لاباس بخير؟ لاباس شكرا على الاتصال. أهلا وسهلا خويا، برك أكونفيرميك المغربية راهي تمشي بارفيتمون في النايل سات على التردد 12686 نايل سات. على نايل سات واسكو تروح وتتقطع عبد الكريم ولا تشوفها نورمال؟ لا نشوف فيها عادي، عادي جدا، خير من ملي بركة. كانت خير من ملي كانت. الحوار يا خويا الحوار. شكرا وبارك في ربي الله يسرك على الانفورماسيون عبد الكريم، شكرا لك. الله يسرك سي عبد الكريم، اتصل ما حكمش وزاد عاود به كونفيرمنا باللي راهو يشوفها ان شاء الله يا خويا، نفرح كي تفرحوا. ابو عبد السلام من سيدي بالعباس، السلام عليكم، حياكم الله. اهلا لطفي، ونقولكم الله يعاونكم ان شاء الله على العمل الجبار تاعكم، ونطلبوا صراحه طلاق المساجين كاع نتاع التسعينات نتاع الحرائر والحرار بما فيها 16 بما فيها المحامين والصحافه وكل شيء، ونقول الامر اللي راه
الامر اللي صرا في من سبق الانتخابات، راه من تسبيق الانتخابات الى الحمله الانتخابيه الى الانتخاب كان فيه عقد ما بين الرؤساء، الرئيس تبون والرئيس ماكرون. والمساله اللي يديروا عليها العقد هي راهم بغي يبعثونا بوشوارب في 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 اكتوبر، الاسبوع الاول في اكتوبر، سمعت؟ هذا هو باش يجوا يدوا الخيرات ويكذبوا علينا بهادو. احنا ما نجموش نجيبوا بوشوارب رواحنا بلا ما يعطوه لنا فرنسا. ليه؟ علاش هذا بوشوارب؟ احنا ما عندناش الشرطه تاع العالم تاع اللي تقدر تجيب للناس هادو اللي دايرين كيما هاك. والمساله الزوجه راه كاين ثاني ديك القضيه هذيك تاع الرئيس هو ديك اللي شفناها اللقطه هذيك تاع بوعلام بوعلام، راه يقول لك اودي راهم يحوسوا باش يقلعوا كاع هذاك الارشيف باش ما تبقاش حتى واحد ما يشوفها. اما لا، الى جاوا عندكم حنا نطلبوا الحق تاعنا، ما نطلبوش المال، حنا نطلبوا وثيقه مكتوبه بانهم منو هاك ما يخربوش في المغاربيه وفي العمال تاعها وفي صوالحها وتولي كما ينبغي الحال، كتابيا ومرسومه. وراني باغي نعطي النصيحه للاسكندر وابوه والاخر هو محمد تاع الانجليز، نقولهم نحييهم ونقولهم السلام عليكم تحيه الاسلام، ونقولهم منعلو الشيطان، وهذا غير الشيطان راه يلعب بينا. حنا كانوا دايرين لنا فرق تسود، اليوم رانا تلايمنا. نتوما راكم باغي ديروا شابه غيركم باغي ديروا. المسامح كريم، والرسول صلى الله عليه وسلم شي يقولنا اللي يسمح في حقه ربي يعجره في المصيبة ويخلف لها خير منها. ونخموا على الحياة اللي رانا فيها، ما نقعدوش في غيبيناتنا هم 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 هم. الإنسان يتكاكا وش راه يدير؟ ومادامكم كاع راكم تقولوا بلي رانا متقفين، المتقف يتخلق، المتقف ما يتخلقش. ما تخلوش الشيطان يأثر عليكم، كونكم رجال وسنتوا. وهذه البلاد رانا باغيين نخدموها الجميع، ماشي واحد يجبد منا والآخر يجبد مني، باغيين نترزقوها هذه البلاد. ما نترزقوهاش إن شاء الله سترتقع لها الناس اللي راهم باغيين يترزقوها. هذه هي، نقول لهم السلام عليكم وحياكم الله، والله يبارك في الجميع في الخارج وفي الداخل هنا الحرير والأحرار. شكرا لك على النصيحة أبو عبد السلام، شكرا لك. نعم، موضوعنا هو الجزائر، بارك الله فيك. عبد القادر من وهران، السلام عليكم. ألو، سلام عليكم سيد سليم. أهلا أهلا أهلا، تفضل عبد القادر، تفضل، تحتاج وقت أنت، تفضل. الحوار الذي يطلبه نظام غير شرعي، من هنا يظهر مفهوم التطبيع، وهو أنه لم يكن قطيعة مع النظام السابق، كأن لم يكن، يعني أن الشعب سيبني دولته على جثث ضحايا النظام، يبني مستقبل أبنائه على ضحايا السجناء والمجاهدين والشهداء والمهجرين، وسيحكم عليه بسنين التيه كما حكم عليه سابقا منذ انقلاب التسعينات. لكن الشعب كان معذورا لأنه لم يكن يملك وسائل الاتصال، لم يواجه الانقلابات. وهنا ومن هنا يظهر الفرق بين الثورة التي تخدم المصلحة العامة وبين الانقلابات التي تخدم المصلحة الخاصة. ومن يظن أن الشعب سينفق، أن هذا النظام سينفق على الشعب، فهو واهم. النظام الغير شرعي سينفق إلا على نفسه للبقاء في السلطة واستمراره في الحكم. الشعب كان في الشارع يواجه السلطة مباشرة دون أي وسيط حزبي أو سياسي. الوسيط الوحيد هو الجالية والمغاربية كقناة كانت تتحاور بين الشعب والحليف الآخر. النظام يريد أن يسقط الشعب في المربع الذي يريده النظام،
شكرا سي عبد القادر، بارك الله فيك، بارك الله فيك. اميديتي كما يقول الانسان يخمم في هذه الكلمات. نزيد يا اخي المخرج، زيد مكالمات. ناديه من الجزائر، مرحبا بك السيده ناديه. مساء الخير خويا لطفي، السلام عليكم مساء ورحمه النور. الله وبركاته. وعليكم خويا السلام، لطفي اهلا حبيت وسهلا. نكونفيرمي انا ايضا باللي صاير، انا شفت لكم فعلا فوق في الساتليت. ربي، وهذاك هو الترديد اللي قالوا عليه 12600 ما نعرفوش 86 ولا حاجه هكا. والله هي انا نتفرج وعندي من في العمق، وانا نتفرج في الحصه وكاينه في الاول كان شويه، كاين شويه هكا تجي في الاول شويه، ومن بعد رجعت بيان صافيه. درك اشوفوا فيكم بيان ما شاء الله، ورانا فرحانين جدا يعني كي رجعتوا الحمد لله، باسكو حسينا بالغربه، حسينا بالغربه، حسينا كلوا لينا جاهلين كي تكبات لنا المغاربيه. لا لا فرحانين اليوم وفرحانين ياسر. وحبيت نقول نقطه يا خويا لطفي، شوف احنا ما نصعفوش ابدا لا بهذه الانتخابات ولا بهذا الشيء اللي راهم يعملوا فيه، وهذه الحكايات راهم يحكيوا فيها، وهذه مع باليش انا المبادره، ما المبادره نعرفوهم كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، فما بالك احنا من 62 وحنا نلدغ، وانا مانيش من 62 بصح نعرف التاريخ ونعرف الممارسات نتاع النظام نتاعنا ونعرف واش راهو يعمل وكل شيء، زعما ما يغيب لنا حد شيء، رانا حراكيين وحنا عندنا حاجه. انا ما نستعرفش برئيس جا بالتزوير وجا بنسبه قليله خلاص، ما نقولش الرئيس والله ما نقولها، انا نقول المفروض، نقول المعين، نقول جابوه دراع، بصح باه نقول رئيس ابدا مستحيل. انا ما نهضرش كلام خارج وما نقولش عبارات ماشي لائقه، ولكن ما نستعرفش وما نبدلش الحقائق، نسمي والاسماء الاشياء بمسمياتها كما كاينه الامور نوضحوها به، ما نغلطوش بعدانا. شوف يا خويا لطفي، صحيح الاخلاق مليحه بزاف، ولكن لازمنا نكونوا قد المسؤوليه، لان المسؤوليه هذه راهي تاع بلادنا كامل، احنا لازمنا نكونوا واعيين، الوعي ثم الوعي ثم الوعي ثم الوعي، وهذا الشيء هضرناه في الحراك ونبقاو نهضروه، السلميه والوعي، وديما لازم الثبات 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 الثبات. وتحيه لكل الاحرار وفي مقدمتهم انتوما يا خويا لطفي، وقناتكم المليحه ياسر اللي نحبوها، وكذلك بالنسبه للمحامين ما ننساوش خلاص فضلهم، نحييه كثير، وربي ان شاء الله ينصرهم ديما، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله كل الاحرار وكل المعتقلين يخرجوا من السجون، وكل الاحرار يبقوا يد واحده ويبقوا متبعين ويبقوا مصرين باش نحقوا ان شاء الله النصر ونقيموا دوله العدل والحق والقانون. والثاني باش اخر كلمه، لازمنا يا خويا لطفي ما نساوش اصلنا، ما نساوش اصلنا، ما نقولوش قبائل ما قبائل، شاويه ما شاويه، احنا كل جزائريين واصلنا امازيغ. وتحيه كبيره لخاوتنا الامازيغ، وشكرا اخويا لطفي، ونحبوك في الله كامل كيما رانا، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، هذه سكتتنا كل ناديه صافي، دي رئيس حزب الحراكيين. ربي يسترك الاخت ناديه، صافي بليزير انكم فرحانين وملمومين وتتفرجوا على السات المغاربيه وكل الكلام هذا المشجع ويحفز الناس، هذا هو الديسكور اللي حابينه اخوتي في القناه، يحفز الناس، يجمع الناس، يلم الناس، يمد الاسبوار، يمد امل باللي ان شاء الله ان شاء الله كاين امل انه هذه الامور تتغير، مادام كاين ناس كيما هكا ومادام كاين معنويات كيما هكا. الفرق برك انه الشيء اللي ما كانش هو الوقت، الوقت اللي داهمنا ويمسكر فينا، وماذا بينا نسمعوا كاين هكا كلمات باش نزيدوا ننتفعوا بها. سي رياسي من فرنسا، رياسي لما غلطتش وي سي فغي. مرحبا بك سي رياسي، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكون بخير. مرحبا. مرحبا بك اخ لطفي، غير باغي نسقسيك الاخ لطفي، حنا عندنا اسكو عندنا بريزيدون اون الجيري او با؟ حسب السلطة المستقلة عندنا واحد 5 ملايين، وحسب المحكمة الدستورية عندنا رئيس تاع 7 ملايين. خير سي رياسي. J'aimerais bien comprendre, je suis, ça fait en 2002, je suis parti de l'Algérie. L'Algérie, depuis 1962, elle est toujours pareille. Les généraux
qui commande de tout. Et il est où le peuple? Elle est où le pays qui s'appelle l'Algérie? L'Algérie, c'est un continent. Elle fait 5 fois la France. يا الاخ لطفي انا لو كان نسمع لو ميتسان نسمع الناس هذوك تاع كيما يقول لك حميد للو كريم طابو مسكين اي pourquoi il dit attends mais j'ai pas compris moi moi je deviens fou quoi. علي بالحاج علي بالحاج علاه قدبوا له ولاده غير باغي نسقسيك غير باغي نسقسي الشعب الجزائري ما غاديش نسقسيك انت حنا رانا اصحاب الراي رانا غادي نهضروا وما غاديش ترد علينا على السؤال تاعنا علي بالحاج علاه قدبوا له الولد تاعه علاه يدوه المقبره العاليه في وقت الجمعه وكي تفض وقت الجمعه يطلقوه علاه هذه دولة. شكرا يا سيري شكرا لك هذوك لي كيسيون كل تتسائل فيهم لو بوت بيان سور هو يفشلك يبروفوكيك يطيح لك معنوياتك يكرهك تابوندوني هذا هو لو بوت هو علي بالحاجة كشفت يعني واش داروا فيه ومازال يتكلم ويهضر ويعمل ضرب وضرب والو وانما يقول لك بالك تصلح في ناس اخرين يخوفوا ناس اخرين فوالا بقى عن بالهم كيما قلت انت توجور الستاتو كو هذاك تما الدعوه حابسه ما كان والو هاك شفت حتى بيناتهم راهي تغلي هاك تسمع في الجورنال هم حبوا يديروا لهم كذا ها هو حاب الحوار مش حاب الحوار ها هو الشعب فوطه ها ما فوطاش هاي الارقام هاي مش الارقام هاي غلطه هاي زايده مساكن راهم انا راهم تايهين يا خالتي دونك لو بوت انه اي واحد يناضل على الحق يبقى ثابت برك على البرانسيب تاعو يا خالتي ما يتعوج لهك لهك لا يتغر لهك لهك سورتو تبقى المعنويات تاعو عم بالنا حنا كل نمنو باللي هذا هو النضال يا ديو يا دي با دي فوا كي بيان دي فوا كهكا دي فوا تتقص دي فوا ترجع دي فوا المغاربيه كاين دي فوا ما كانش دي فوا ترجع دي فوا كذا هذا هو للدنيا يا خالتي سي ديو دي با وابتلاءات والانسان بركه يكون صابر مع ربي سبحانه حتى ان شاء الله ربي يفرج يعني لا محال هذا وعد من عند الله شكرا لكم الحباب على المتابعة شكرا الناس كل اللي يعطونا أخبار صار اليوم ربي يحفظكم واللي شاركوا الله يستركم تلاقوا وإحنا نهار اثنين والمغاربية تتواصل يا إخواني والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.